بص يا جماعة، صباح الفل عليكم الأول، أو مساء الفل عشان دلوقتي الساعة بقت 2. لسه ما قابل حد دلوقتي بيقول أنا متابعك على التيك توك ومش عارف إيه. فبص يا جماعة، صلوا على النبي، كلمتين كده من الآخر، ويعني ونصيحة لوجه الله، عشان في ناس كتير بتلبس لما بتيجي هنا. أولا، حوار تيكت العودة ده محدش يحجز تيكت عودة وهمية. أنت المفروض أنت جاي على ويز إير، ده أرخص طيران، أنت جاي تشتغل مش جاي تتدلع. فهم 3 4 ساعات في الطيارة تستحمل. خلاص، خلينا بقى إيه عشان نقفل الموضوع موضوع كده. يبقى العودة تبقى مؤكدة مش وهمية، تحجز على ويز إير رايح جاي. هتخلي تذكرة العودة فليكسبل، فليكسبل هتدفع عليها مثلا حوالي 1000 جنيه 1000 ونص زيادة. بس لا قدر الله حصل في الأمور أمور، أنا أقدر أحركها، أقدر أقدمها، أقدر أخرها، وهتحجزها في آخر يومين ثلاثة في الزيارة بتاعتك. جميل؟ يعني هتحجزها في آخر يومين ثلاثة في الزيارة بتاعتك، عشان ما تروحش عليك، ما جاتش الدنيا معاك، الزيارة خلصت، عايز تنزل مصر ترجع. إنما ما تجيش تحجزها بعد أسبوع وتفوت عليك وتعوز تنزل مصر بعد كده تروح حاجز تذكرة تانية. دي أول حاجة. ثانيا بقى والأهم، أنت جاي هنا هتتمرمط. يعني خليني بقى أقول لك بقى كلام بقى بكل صراحة، تعالى بس نعدي. أنت جاي هنا هتتمرمط، يعني هتقعد في سكن شير، يعني هتقعد مع هنود، هتقعد مع باكستان، هتقعد مع بنجلاديش. مش كلهم وحشين، أنا يعني أنا أصحابي دلوقتي كلهم، يعني الناس كلهم بتحاول تساعدني، وفي صاحبي هندي هنا بيحاول يساعدني، وصاحبي التاني الباكستاني بيحاول يساعدني. فانت لازم تبقى جاي متعود على كده. انت يا ابني انت هتغسل عشان انا اللي هغسل دلوقتي. ايه ده هوبا اهو، عشان اعدي السكه بس. فانت جاي لازم تبقى عارف ان انت جاي تمرمط، جاي تمشي على رجلك كتير. ما تاخدش سكن غالي، شوف ارخص سكن واعفن سكن يا عم، مش مشكله في الاول. انت جاي تستحمل، فانت اعمل حسابك ان انت هتلف في الشمس، هيطلع عينك وعين اللي جابك، معلش يعني انا اسف. فانت جاي لازم تبقى عارف الكلام ده عشان ما تجيش تصدم هنا. انت هتيجي محدش هيساعدك، ما تعتمدش على حد. الله هيساعدك، هيقدم لك المساعده، خير وبركه، يكتر خيرهم زي ما الناس كده بتحاول تساعدني. بس انت ما تطلبش مساعده من حد، يعني انت ما تعتمدش على حد. دي حاجه. الحاجه الثانيه، انت جاي تعمل كل حاجه بنفسك، هتعمل اكلك بنفسك، هتعمل شربك بنفسك. يعني كل حاجه هتبقى، ما فيش الكلام اللي هو الدلع في مصر ده. هتصحى تلاقي حد يغسل لك هدومك، انت اللي هتغسل هدومك بايدك، انت اللي هتعمل كل حاجه لنفسك. فانت جاي مش جاي تتدلع، جاي تشتغل. فهتقعد في اوحش سكن، اول ما تيجي هتمشي على رجلك كتير. انا بمشي على رجلي بالعشرين كيلو كل يوم، كل يوم بالعشرين كيلو، وسايبها على الله. وفي حاجه كده، اول ما بتيجي هنا انت بتبقى عايز ترجع تاني يوم، فانت لازم تبقى عامل حسابك على دي. انا كنت نفسيتي كانت متدمره اول ثلاث ايام، نفسيتي كانت متدمره حرفيا. بس هي بيحصل لك حاجه اسمها كالتشر شوك كده، انت بتتصدم من اللي انت جاي. انت جاي الامارات وشايف بقى ان مش عارف ايه، ومفكر ان انت في عقد عمل مستنيك على باب المطار. مفيش الكلام ده. انا بص بقول لكم كل حاجه بكل امانه، يعني عشان هدفي الواحد ينصح الناس، عشان الناس تقول لي اجي ولا ما اجيش، تيجي ولا ما تجيش، ده قرارك. بس انت جاي عارف ان انت هتمرمط، عارف ان انت هتلف في الشمس، مش حد هيساعدك، هتبقى لوحدك، هتقعد مع في سكن شير. انت مش هتاخد استوديو مثلا ب 2500 درهم، انت اصلا مرتبك كله مش هيبقى 2500 درهم في الاول، ده انت لو لقيت شغلانه ب 2500 درهم يبقى ربنا كرمك. فاول حاجه، فلازم تبقى اخد بالك من الحاجات دي. والمهم يا جماعه، العوده ال تذكره العوده تبقى مؤكده وتبقى فليكسبل، اللي انت تمدها بحيث ان انت ربنا كرمك بشغل، عايز تنزل مصر بعد 3 شهور يومين ثلاثه وتيجي، تبقى زي الفل. فده كان كلمتين كده عشان الراجل المحترم اللي قابلني ده. فيعني الله يعينه وربنا يرزقه كده وبس. شكرا.